منذ استهداف ذاك التجمع للضباط الروس في منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية أوائل 2016، وموسكو تحجم عن ذكر خسائرها في سوريا على يد الثوار، بل وتحصرها في حوادث فردية ومتفرقة كانتحار ومشاكل عاطفية، أو لعل أبرزها وما درج عليه مؤخرا في الاعتراف بمقتل عنصر هنا أو هناك أثناء تقديمهم مساعدات إنسانية بطائرات حربية، حتى لو كانت في ريف إدلب الخاضع بمجمله لسيطرة الثوار. ضربة جديدة للروس في سوريا، وهذه المرة من وسط مدينة حماة، يكشف عنها فيلق الشام التابع للجيش الحر قائلا على مواقعه الرسمية إن عملية أمنية نوعية أدت في حصيلة أولية لمقتل 6 ضباط روس، أحدهم برتبة فريق وعدد آخر من ضباط إيرانيين فضلا عن مترجمين. الفيلق يضيف أن العملية تولى مهام الإعداد والتحضير لها الجهاز الأمني في الفيلق، ودامت لأكثر من 3 أشهر في رصد تحركات الضباط الروس من وإلى مدينة حماة، لتنتهي باستهداف موكب سيارات ضم عددا من الضباط الروس الذين يشرفون على المعارك في المنطقة وآخرين من إيران. فيما كان المميز في العملية اختراق تلك الحراسات المشددة المرافقة للموكب، ما يجعل من العملية والتي لم تعترف بها موسكو حتى اللحظة ضربة موجعة للروس أولا ولأجهزة أمن النظام ثانيا، خصوصا أن حديثا تداوله ناشطون عن عملية شراء لضباط في النظام لصالح إتمام تلك العملية.